السلام عليكم. فيديو النهاردة جميل جدا وعن مشكلة في منتهى الأهمية. فيديو النهاردة عن التهابات اللثة وجيوب اللثة ونزيف اللثة. خلينا نعرف القصة من البداية. اللي بيحصل زي ما قلنا وهنقول كل مرة بيبدأ بتكون طبقة البلاك، واللي عايز يعرف الطبقة دي ايه وبتتكون ازاي وبتسبب ايه يتفرج على الفيديو اللي هيظهر فوق ده. المهم طبقة البلاك دي بتكون مليانة بكتيريا. البكتيريا دي هتقعد ساكتة؟ طبعا لا، بتفضل تفرز توكسينز يعني سموم، وديت بتبقى اسيدز او مواد حمضيه بتسبب حاجتين. اول مشكله كبيره بتسببها اسمها ديكالسيفيكيشن. يعني ايه ديكالسيفيكيشن؟ يعني بتعمل ديمينراليزيشن للمينرالز اللي موجوده في طبقه الانامل بتاع الاسنان. يعني ايه؟ يعني بتكسر المعادن اللي بتكون طبقه المينا بتاع الاسنان زي الكالسيوم والفوسفور وغيرهم، وبالتالي طبقه المينا بتضعف جدا وبيبقى سهل ان هي تسوس، وده هنتكلم عنه بالتفصيل باذن الله واحنا نصور فيديو التسوس. طيب دي طبقه المينا اللي هي اقوى طبقه في الاسنان واللي هي خط الدفاع الاول والرئيسي عن الاسنان، ما بالك بقى باللثه اللي هي نسيج حساس وضعيف. طبعا بيحصل على طول التهابات في اللثه. يبقى احنا لما نغسل اسناننا كل يوم الصبح وبالليل بنشيل طبقه البلاك ديت اول باول، وبالتالي بنجنب نفسنا خطر مشكلتين. اول مشكله هي التهابات اللثه، تاني مشكله هي تسوس الاسنان. وزي ما تعودنا عشان نفهم اي حاجه لازم نعرف تركيبها الاول. الجزء الابيض ده هو السنه، والجزء الاحمر ده هو اللثة. اللثة بتكون من جزئين. اول جزء اسمه الفري جينجيفا او اللثة الحرة المرنة، وديت بتكون الطبقة العلوية من اللثة وبتكون محوطة السنة من فوق. الجزء ده بيكون مش لازق تماما في السنة ولكنه بيكون مشدود بس حوالين السنة. فري جينجيفا او جزء اللثة ده بيكون من 2 ل 3 ملي. ده كده معناه ان احنا عندنا جيب طبيعي حوالين السنة، حاجة اسمها ناتشرال بوكيت، وده شيء طبيعي، جيب طبيعي بيطلع منه افرازات بتكون فيها انتي بكتيريال كومبوننتس، يعني بيكون فيها مواد بتقتل البكتيريا وبتغسل وبتنظف الاسنان اول باول، زي بالظبط السلايفا او الريق اللي الغدد اللعابية بتاعتنا بتفرزه. جزء اللثة الثاني اسمه الاتاتشد جينجيفا او اللثة الثابتة، وديت بتكون ماسكة في السنة تماما، لازقة في السنة لحد كده وزي الفل، وده الوضع الطبيعي. اللثة ما بيكونش فيها أي حساسية أو التهابات أو نزيف أو أي شيء، وبتكون مشدودة كويس جدا حوالين السنة وشكلها جميل ولونها بينك. اللي هقوله ده بقى هي الحاجات اللي هتخلي الوضع مش طبيعي وهتسبب المشاكل اللي هنتكلم عنها. أول شيء عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان بصفة مستمرة وبطريقة صحيحة لإزالة طبقة البلاك، وده السبب الأساسي والرئيسي. في اسباب تانية بتخلي الوضع يزداد سوء وبتكبر المشكلة. ايه هم بقى؟ اول حاجة التدخين هو اكتر حاجة مرتبطة دايما ومسببة لالتهاب اللثة، والابحاث اثبتت ان المدخنين بيكونوا اكثر عرضة لالتهاب اللثة 7 أضعاف من غير المدخنين. تاني سبب وهو التوتر المستمر. احنا لما بنتوتر المناعة في جسمنا بتقل، وبالتالي قدرة جسمنا على مقاومة الانفلاميشنز والانفكشنز والالتهابات بتقل. تالت سبب وهو تغير الهرمونات. الهرمونات بتتغير في 3 فترات. اول فترة هي فترة البلوغ، تاني فترة هي فترة الحمل، تالت فترة هي فترة البريود او الحيض. في الفترات دي تغير الهرمونات ده بيؤدي الى التهاب اللثة، عشان كده بننصح الناس في الفترات دي يعتنوا بنظافة اسنانهم اكثر من الطبيعي عشان ما يحصلش التهابات. تالت سبب وهو بعض الامراض المزمنة زي السكر والكانسر والايدز وامراض المناعة وغيرهم، ربنا يعافينا كلنا. الامراض دي بيصاحبها التهاب شديد في اللثه. خامس سبب وهو ضعف التغذيه ونقص فيتامين سي وفيتامين جي. ايه اللي بيحصل بقى؟ اول مرحله في الالتهاب بيكون اسمها جينجيفايتس. في المرحله ديت الفري جينجيفا او جزء اللثه العلوي بيحصل فيه احمرار وتضخم بسيط، ولما بنقيس عمق الجيب في المرحله دي بيكون من 3 ل 5 ملي، وبيبقى شكل لثه في المرحله ديت كده. فضلت زي ما انت وما غيرتش اسلوب تعاملك مع اسنانك تدخل على المرحله الثانيه يا معلم. في المرحله الثانيه الالتهابات بتوصل لحد الاتاتش جينجيفا او اللثه الثابته، الجزء السفلي من اللثة، وتبدأ البكتيريا تاكل فيها وتاكل كمان في البرودونتال ليجامنت اللي هو الأربطة اللي ماسكة السنة ومثبتاها في العض. وهنا بقى تبدأ المشكلة، أصبح جيب كبير فبيتملى بكتيريا وبيتكون جير وبيسبب ريحة وحشة وبيضايقك جدا. وهنا لما الدكتور يقيسه بيكون عمقه من 5 ل 7 ملي، وتحصل بقى الحاجة المستفزة اللي بتضايق ناس كتير جدا وهي الجينجيفال ريسيشن، يعني انحسار وتراجع
اللثة. كمان في المرحلة دي اللثة بتكون سوالوين جدا، يعني بتكون ملتهبة ومنتفخة جدا، ومن أبسط وأقل شيء تنزف. وكمان ده الجيب اللي بيطلع طعم وحش كده في بقك ساعات، وريحة وحشة، وكمان بيتملى أكل وبتفضل عايز تجيب أي حاجة وتطلع الأكل اللي جواه ده، لأنه بيكون مضايقك جدا ومعصبك جدا جدا. فضلت زي ما انت وما غيرتش اسلوب تعاملك مع اسنانك، استحمل بقى، هتدخل في المرحلة التالتة والاخيرة، ودي اللي انا بسميها ليفل الوحش. اللي بيدخله بيخسر، بس بيخسر حاجة كبيرة شوية، بيخسر اسنانه. في المرحلة التالتة البكتيريا بتوصل لحد العظم وتفضل تاكل فيه، وهنا لما نيجي نقيس الجيب بنلاقيه بيكون من 8 ل 9 ملي. وقتها بيحصل حاجة من الاثنين، يا اما البكتيريا توصل لحد اخر الجدر من تحت وتوصل لحد عصب الدرس فتسبب التهاب لعصب الدرس، ساعتها انت بتكون محتاج تعمل علاج جذور، يعني حشو عصب عشان ترتاح من الالم الشديد اللي هيجيلك في درسك، يا اما السنة تتلخلخ وتقع وساعتها تقول مع السلامة لسنة او درس كان سليم. وبكده نبقى عرفنا المرض بأسبابه وبجميع مراحله. دلوقتي انت تقدر تقيم نفسك انت في انهي مرحلة بالظبط، وده شيء مهم جدا، لانك كل ما لحقت نفسك بدري كل ما كانت فرصتك في العلاج وفرصة اللثة عندك ان هي ترجع جميلة وطبيعية زي الاول اكتر. وتعالوا يلا نعرف العلاج. العلاج هنا بينقسم لجزئين، جزء عليكم وجزء علينا. الجزء اللي عليكم عارفينه كويس، وهو انك تغسل اسنانك كل يوم بالطريقة الصح الصبح وبالليل، وتستخدم خيط الاسنان للتنظيف ما بين الاسنان، وتستخدم غسول الفم، وتزور طبيب الاسنان كل 3 او 6 شهور علشان تطمن على اسنانك. الجزء اللي علينا احنا لما بنجيلنا، وهو اننا بننظف الدنتال بوكيت او الجيب ده من كل الاكل والبكتيريا اللي موجودة جواه، وبنعمل اريجيشن للبوكيت ده بمطهر وحاجات كتير بحيث نقتل ونقضي تماما على البكتيريا. كمان ممكن بنحط توبيكال انتبيوتيك، يعني مضاد حيوي موضعي جوه البوكيت او جوه الجيب، عشان نقضي تماما على البكتيريا وترجع اللثة سليمة وجميلة ولونها بينك زي الاول. كمان سطح الجدر اوقات بيكون اخشن بسبب تراكم الجير عليه، فلازم ننعمه كويس جدا علشان ما يتكونش عليه جير تاني، وعشان كمان اللثة ترجع تنمو وتملى الفراغات وتغطي جزء الجدر العريان. تنظيف جيوب اللثة شيء بسيط جدا وغير مكلف ومن غير بنج ومن غير الم، بالعكس انت بتكون مبسوط جدا كأن حد بيهرش لك في مكان انت مش طايله، نفس الاحساس بالظبط. ولو حصل عندك جينجيفال ريسيشن اللي هو تراجع وانحسار في اللثة، ما تزعلش ولا تقلق، كل مشكلة وليها حل. انت تروح لدكتور اسنان متخصص امراض لثة، يعني محضر ماجستير في امراض اللثة، هو اكتر شخص مناسب اللي هيقدر يعمل لك عملية بسيطة جدا ممكن نبقى نشرحها فيديو، حيث ان اللثة ترجع تاني تغطي كل الاسنان والجذور وترجع تاني لوضعها الطبيعي. اخر كام نقطة عايز اقولهم، التهاب اللثة ممكن يكون بسبب حشو قديم انت عامله، التهاب اللثة ممكن يكون بسبب تركيبة قديمة انت مركبها، ممكن يكون بسبب جير متراكم على اسنانك. الناس المركبين تقويم تكون طبقة البلاك عندهم بتكون بسرعة رهيبة جدا، وبالتالي التهاب اللثة برضو بيكون بسرعة رهيبة، عشان كده لازم يعتنوا بأسنانهم اكتر من الطبيعي بكتير. اخر حاجتين، اللثة الملتهبة بيكون لونها احمر قاتم مش ازرق، علشان الناس اللي تيجي تقول لي يا دكتور اللثة ملتهبة عندي ولونها ازرق، لا الزرق ده قصة تانية خالص وليها علاجها، مش التهاب في اللثة. كمان مفيش حاجة اسمها حشو لثة، عشان الناس الكتير اللي بتسأل. يا رب تكونوا استفدتم، بحبكم جدا، اللي عنده سؤال يسأل بجاوب اللي بقدر عليه من الأسئلة. انزلوا شوفوا المصادر تحت الفيديو واتفرجوا على فيديوهاتنا القديمة، واستنوني في فيديو جديد. ووصلنا لآخر فقرة وأكتر فقرة أنا بحبها، وهي فقرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا معي 3 مرات، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. كان معكم عبد السلام محمد، وإلى اللقاء.